أبو المعاتي عون، حفيدة دكتور عميد الأدب العربي طه حسين. أنا جاية النهاردة علشان في مكتبة الإسكندرية عاملة في بيت السناري عرض لوثائق طه حسين الشخصية اللي احنا في العيلة كنا أهدينا نسخة لمكتبة الإسكندرية. ومهم ان انتوا بما ان ده موقع على الانترنت تعرفوا ان شاء الله الوثائق دي كلها هتبقى موجودة على موقع ذاكرة مصر المعاصرة على الانترنت، وتقدروا ان انتوا تشوفوها. وهي يعني حاليا فعلا في جزء كتير كبير منها على موقع ذاكرة مصر المعاصرة.